ان شاء الله يا جماعه النهارده هنبتدي اول حصه او اول سيشن مع بعض فين؟ في الجزء الخاص بالاي اي الانتربرايز اديشن. خد بالك من حاجه مهمه قوي. ايه؟ الجزء بتاع الاس اي يؤهلك ان انت تعمل ديسك توب ابلكيشن. الجزء بتاع الاس اي يؤهلك ان انت تعمل ديسك توب ابلكيشن. كلمه ابلكيشن معناها برنامج، صح ولا لا؟ يعني لو جيت اعمل ابلكيشن، الابلكيشن دون ايوه معناه برنامج. البرنامج ده بيبقى ثلاث انواع. اول نوع بيقولوا عليه ديسك توب ابلكيشن. يعني ايه ديسك توب ابلكيشن؟ قال لك هو برنامج يتسطب على كل جهاز، يتسطب على كل ايه؟ جهاز. ارجع معايا كده بالذاكره للاس اي، تلاقي ان المشروع بتاع الاس اي لما تيجي تجمعه في الاخر بيبقى عباره عن جار فايل. عباره عن ايه؟ جار فايل. لو فتحت النت بينز، لو فتحت النت بينز، بص كده معايا اهو، وقت على اي مشروع في الايه؟ في الـ في الـ في الاس اي اهو، وقمت عامل كلين اند بيلد. كلين اند بيلد كده انت بتعمل ايه؟ بتجمع الكلاسز اللي انت عملتها ده، بنجمع الكلاسز دي في ايه؟ في فايل واحد، حاجه كده عامله زي الدوت نت، في الاي اكس اي في الدوت نت. لو رحت على مسار المشروع بتاعك اهو، هتلاقيه فين؟ هو قايل لك، قايل لك اهو، هتلاقيه في فولدر اسمه ديستنيشن اهو. ده مشروع الاس اي اللي انت تجمعه في ما ايه؟ في فايل واحد اهو. بيتجمع في حاجه اسمها ايه؟ جار فايل. بيتجمع في حاجه اسمها ايه؟ جار فايل، جافا اركايف. جافا اركايف ده بيحتوي على جميع الكلاسز، جميع الكلاسز اللي في المشروع بتاعك. لو جيت تفتحه اوبن ويز، ممكن يتفتح بالوير رير. بص هتلاقي ايه؟ ادي الباكج اهي جواها الكلاس. الكلاس ايه بقى؟ دوت كلاس. طبعا ما هياش دوت جافا، مش هدي العميل دوت ايه؟ دوت جافا. وصلت الفكره؟ حلو. فبيبقى المشروع بتاعك عباره عن ايه في الاخر؟ دوت جار. تاخده بقى كوبي وتروح تحطه بقى على ايه؟ على الفلاشه، وتلف بيه. لو العميل مثلا عنده مثلا 40 جهاز، اقعد بقى لف على 40 جهاز. صح ولا لا؟ طيب افرض حطيت البرنامج، ايوه، وبعد ما حطيت البرنامج ايه اللي حصل؟ قال لك لا والله احنا عايزين مثلا الخلفيه بتاعت البرنامج بدل ما هي زرقاء، لا والله احنا عايزينها اي لون تاني، فوشيا. هتعمل ايه في ساعتها؟ هتضطر تعدل، وبعد كده تعمل جار فايل تاني، وتشيل القديم على ال 40 جهاز وتحط تاني. يبقى اذا عمليه الابديت بتبقى عمليه صعبه قوي يا اخوانا، صح ولا لا؟ طيب العميل لو عنده كذا ايه؟ كذا فرع، وكل فرع فيه 20 جهاز، طبعا عدد الكلاينت والمسافات بتبقى مشكله، صح ولا لا؟ طب خد دي كمان، افرض مثلا بعد ما سطبت البرنامج قال لك الحق الجهاز الفلاني سقط ويندوز، فتقدر تروح تحط البرنامج من الاول، صح ولا لا؟ طبعا لو عدد الاجهزه كتير والكلام دون بيبقى الموضوع صعب جدا. طيب بنعمل ايه بقى؟ ركز بقى معايا، بنلجا لحاجه اسمها ويب ابلكيشن. بنلجا حاجه اسمها ايه؟ ويب ابلكيشن. الويب ابلكيشن فيه ميزه مهمه قوي. زي ايه؟ زي الفيسبوك مثلا. فيسبوك ايه اللي بيحصل؟ بص كده معايا، الراجل بتاع الفيسبوك راح على جهاز واحد بس، وحط البرنامج مره واحده على جهاز بيقول عليه ايه؟ سيرفر. حطه كام مره؟ مره واحده على الجهاز اللي اسمه ايه؟ سيرفر. واي كلاينت عايز يفتح البرنامج بيفتح حاجه اسمها الايه؟ البراوزر. يقوم يكتب الاي بي بتاع السيرفر. يعني انت لما بتكتب www.facebook دي بتتحول في الاخر بتبقى اي بي. يقوم رايح مكلم السيرفر، يقوم البرنامج بقدره قادر يفتح على مين؟ على البراوزر. طب افرض في واحد كمان، هو انت بس اللي بتتكلم مع الفيسبوك؟ امي لا اله الا الله كلها، صح ولا لا؟ يبقى هو كمان يتكلم مع السيرفر، يقوم البرنامج يفتح عنده. طيب ايه المزايا؟ كل العيوب اللي في الويب اللي في الديسكتوب ابلكيشن هنا مزايا. يعني ايه؟ لو عدد الكلاينت 100 كلاينت، 100 كلاينت ايه؟ افرض مليون كلاينت، ولا تفرق مع المبرمج حاجه. ليه؟ لان البرنامج بتاعه هنا، واي حد عايز يفتح البرنامج بيفتح البراوزر. طيب افرض مثلا جهاز العميل ده اهو سقط ويندوز، وايه المشكله؟ صح ولا لا؟ هو انت لما جهاز الويندوز بتقول لحد تعالى سطب لي الفيسبوك؟ ما ينفعش، لان ببساطه البرنامج مش عندك، البرنامج موجود على ايه؟ على السيرفر، صح ولا لا؟ طب لو عمل تعديل، يعني ايه تعديل؟ يعني لو مثلا بتاع الفيسبوك قرر ان هو يغير شكل الفيسبوك، هيجي يستاذنك؟ لا طبعا، هيعمل التعديلات عنده، انت تخش تلاقي التعديلات، صح؟ يعني العمليه سهله. ليه؟ لان هو حاطط البرنامج في مكان واحد وبيتحكم هنا بقى. وصلت الفكره؟ هو ده الويب ابلكيشن، وده اللي احنا هنتعلمه مع بعض في الجزء بتاع مين؟ الاي اي الانتربرايز اديشن.
اللي انت تعمل ويب ابلكيشن، تعمل برنامج، هذا البرنامج يستطيع التخاطب مع البراوزر. اقول تاني، اللي انت تعمل برنامج، هذا البرنامج يستطيع التخاطب مع الايه، مع البراوزر. البرنامج طبعا هنعمله بلغة الايه، الجافا. واحد يقول لي ايه، يقول لي هو ممكن اعمله باي لغة تانية؟ اه، في البي اتش بي، في الاي اس بي، وهقول لك ايه الفرق بينهم ان شاء الله في الايه، في القرص يعني، من خلال الفيديوهات اللي جايه باذن الله. وصل مثلا برنامج هعمله بالايه، بالجافا. يوم واحد يقول لي ايه، لا خلاص بقى، لا انا المفروض بقى نبدا دلوقتي نتعلم ازاي نعمل الجزء ده، ده شغلتي صح، لكن احنا عايزين نبدا بدايه مختلفه. ازاي؟ انا عايز اتعلم البراوزر ده. لازم نبدا من هنا يا اخوانا. ليه؟ هسالك سؤال، هو الفيسبوك يسوى حاجه من غير البراوزر؟ ابدا. ليه؟ لان ببساطه شديده جدا فيسبوك بيفتح البراوزر، صح ولا لا؟ طب افرض البراوزر ده الحاجه اللي جايه له هو مش فاهمها، هيعرضها لليوزر؟ ابدا. يبقى الحاجه اللي انت عاملها بالله وتشرب ايه، ميتها، صح كده؟ لا. يبقى انا المفروض اعمل ايه الاول؟ اعرف بس معلومات بسيطه عن الايه، عن البراوزر، عشان لما اجي ابعت له حاجه بالجافا هو يفهمها، صح كده؟ فعشان كده هنبدا منين؟ من البراوزر. بص كده معايا، البراوزر يا باشمهندسين ما بيفهمش في حياته الا لغه ال HTML. لو بعت له اي حاجه غير ال HTML هيقول لك اسف انا مش فاهمها. واحد يقول لي ايه؟ قال لا، هو انت مش لسه قايل لي دلوقتي ان احنا هنعملها بالجافا؟ يبقى ازاي هبعت له HTML؟ هي الجافا هتتحول تبقى HTML؟ هرد عليك واقول لك ارجوك اصبر شويه على الحته دي، هتشوف الكلام ده بعينك بيحصل ازاي، هتشوف ازاي ال HTML هيطلع من الجافا يروح هنا بعينك، بعينك هتشوف. وصلت الفكره؟ فعلشان بس خاطري ايه، اجل السؤال ده شويه. لكن القاعده ايه؟ دي قاعده يا اخوانا في الويب. ايه القاعده؟ اول قاعده نعرفها مع بعض، ان لازم الحاجه اللي تروح للبراوزر تبقى عباره عن ايه، HTML. طب افرض حاجه ثانيه، اسف مش هيفهمها. وصلت؟ طيب يبقى لازم اعرف ازاي اعمل صفحه ايه، HTML. انا مش هتعلم كل ال HTML، انا في اساسيات لازم تبقى انت ايه، عارفها لازم. وصلت الفكره؟ طيب تعال نشوف مع بعض الاساسيات دي، يعني ازاي اعمل صفحه HTML. بص كده، كليك يمين، نيو، نعمل ايه، تكست، هنسميه ايه، فيرست بيج. اهو اوامر ال HTML ما بيقولوش عليها اوامر، امال هذه اللغه، هذه اللغه بتتعمل ازاي؟ من خلال اوامر اسمها تاجز. يبقى اوامر ال HTML ما هياش اوامر، امال بيقولوا عليها تاجز. التاج بيبقى شكله عامل كده، قوس كده وقوس كده، وهنا اسم التاج بتاعك اهو. التاج ده بقى، التاج ده لما البراوزر بيشوفه بيعرف ان هو هينفذ حاجه معينه. بمعنى بص كده معايا، لما اجي افتح مثلا الفيسبوك مثلا، اهو ادي الفيسبوك معايا يا شباب، اهو فتح اهو. طيب يبقى كده البراوزر راح يتكلم مع الفيسبوك، السيرفر بتاع الفيسبوك بعت له ايه؟ كليك يمين عليه، قول له فيو بيج سورس، ادي البراوزر اهو، وده الكود اللي جاي من السيرفر، شايف HTML اهو. وصلت الفكره اهو؟ يبقى كده فعلا فعلا احنا بنتكلم فيه حصل ايه؟ البراوزر راح يتكلم مع السيرفر، بعت له كود HTML. الكود ده مين اللي قراه؟ البراوزر. البراوزر قرا هذا الكود، عرض لك هذا الشكل. العمليه دي بيقولوا عليها ايه؟ عمليه ريندر، بيقولوا عليها عمليه ريندر. اه، يبقى البراوزر بيعمل حاجه اسمها ايه؟ ريندر. وصلت الفكره؟ ريندر لمين؟ لل HTML. HTML اختصار هايبر تكست مارك اب لانجوج، هايبر تكست مارك اب لانجوج. وصل؟ طيب بيعمل لها ريندر. ايوه، ريندر معناه ايه بقى؟ يقرا ال HTML، يقرا التاجات بتاعت ال HTML ويحولها لايه، للشكل المناسب لها. وصلت؟ طيب التاجات دي نوعان، في البيزك، في تاجات رئيسيه، وفي كونتنت. يعني ايه البيزك؟ البيزك يعني تاجات لازم تبقى موجوده. شوف بقى الصفحه بتتعمل ازاي بقى. اول تاج بيزك نتعرف عليه HTML. كده كاني بقول للبراوزر ايه، انت جاي لك HTML. طب مش في الجافا كنا بنعمل ايه، سيستم دوت اوت برنت لاين، ونحط سيمي كولوم عشان نقول له ان الامر انتهى؟ لا، هنا بحط ايه، ها، سلاش HTML سلاش، عشان كده يبقى احنا هنا قفلنا التاج. طب جوه، جوه بنحط التاج رقم 2، وهو تاج برضو بيزك، اللي هو مين، البادي.
وهنا جوه هنا اهو اقول له سلاش بادل سلاش سلاش بادل، وبعدين احفظ سيف، وهذا الامتداد خليه HTML HTML اهو. شايف اتحول بقى ايه؟ بقى براوزر اهو. افتح الصفحه فاضيه ليه؟ لانك انت مش كاتب كونتنت. نكتب كونتنت بقى ازاي؟ بص بقى معايا، هجيبها بقى هنا اهو واقول له ايه؟ اوبن ويز نوت بات، يفتحها بالايه؟ بالنوت بات، واقول له اوكي بس كده. ونكتب هنا بقى كو ايه؟ الكونتنت. اول حاجه عايزك تشوفها ايه؟ تاج بيقول عليه ايه؟ باراجراف. تاج بيقول عليه ايه؟ باراجراف. واحد يقول لي واحد متعلم جافا ولا اتش تي ام ال؟ هقول لك لا، احنا بناخد مبادئ اتش تي ام ال عشان احنا الكود بتاعنا هيبقى اتش تي ام ال، هيتحول وهنشوف بقى يتحول ازاي والكلام ده كله. وصلت الفكره؟ هيبقى اتش تي ام ال، يعني على الاقل تبقى عندك المبادئ بتاعتي. وصلت الفكره؟ طيب وبعدين في تاج اسمه باراجراف. ايه باراجراف دون؟ هقول له ويل كم ماي كلاينت سلاش بي، احفظ واعمل ريفرش. قال لك ويلكم ماي ايه؟ كلاينت. يكتب الكلام ويسيب سطر، يكتب الكلام ويسيب ايه؟ سطر. طب انا لو رحت كتبته من غير باراجراف اهو، احفظ كنترول اس واقول له هنا ريفرش. هيقول لي طب ما هو كتب اهو. هقول لك برافو، بس بص احفظ كنترول اس واعمل هنا ريفرش اهو، كتب الكلام جنب بعضه. يبقى ده يكتب ويسيب سطر، لكن لو كتبت الكلام هيتكتب جنب بعضه. طب انا افرض عايز اكتب واسيب سطر، في تاب اسمه بي ار بريك لاين، يعمل ايه؟ يسيب سطر اهو، احفظ وقول له هنا ريفرش اهو. وصلت يا شباب؟ طيب لو انا مثلا عايز اخلي الكلام بتاعي بولد اهو، بي بولد سلاش بولد اهو، واحد يقول لي هو البي ار ملوش سلاش بي ار؟ اقول لك لا، ما بيتقفلش. اقول له سيف، شايف؟ اقول له هنا ريفرش، بقى بولد. طب عايز اخلي دون ايتاليك، في تاج اسمه اي سلاش اي، احفظ وقول له هنا ريفرش اهو، بقى ايتاليك. في تاج اسمه يو اندرلاين اهو، يخلي ده يو سلاش يو، واحفظ وقول له ريفرش اهو. حط لك ايه؟ خط، بس حط هنا في ار عشان يسيب سطر. معايا يا شباب؟ اهو. واحد يقول لي طب انا عايزه، يعني عايز الكلام يبقى ايه؟ بولد وايتاليك واندرلاين. خلاص، يبقى هنا ايه؟ هنا اليو، وبعد كده اقول له اي، وبعد كده اقول له بي. حط بالترتيب اللي يعجبك، بس لما تيجي تقفل اخر واحد انت فتحته هو اول واحد بيتقفل اهو، بي وبعد كده اي اهو، هنا سلاش وهنا سلاش، احفظ وقول له هنا ريفرش اهو. وصلت الفكره؟ طب لو عايز تتحكم في الخط سيب سطر اهو. عندنا تاج اسمه ايه؟ فونت. الفونت ده بيعمل ايه؟ هقول له مثلا قلم. التاج بياخد حاجه اسمها اتريبيوت، مش المثل مثلا. المثل كنا بنديها مثلا بارامترز عشان تشتغل بيها، التاج بندي له حاجه اسمها اتريبيوت بقى. يعني ايه؟ اقول له كلر بيساوي، لو سمحت التاج يا فونت، ايوه خلي لي الكلر ده بقى، بيقول عليه اتريبيوت لهذا التاج، خلي لي الكلر ريد. واحد يقول لي ايه؟ طب الريد نحطها ما بين دبل كوتيشن ولا سنجل كوتيشن ولا بلاش خالص؟ بص يا سيدي، انت حر، حطها ما بين دبل ماشي، سنجل ماشي، اكتبها كده اهو ماشي. لكن النت مينز هنتعود ان شاء الله اللي هو هيحطها ما بين دبل كوتيشن، دبل ايه؟ كوتيشن. طيب وبعدين هقول له السايز، حجمه بيساوي 10، 10 ايه؟ 10 بكسل. طيب واقفل سلاش فونت، واكتب له هنا ويلكم ماي كلاينت، ويلكم ماي كلاينت اهو، وقول له سيف
اهو ويلكم ماي ايه ها ماي كلاينت اهي. وصلت الفكره يا شباب؟ ها في اي مشكله؟ طب لو عايز اسيب بي ار لو عايز ايه مش هسيب خط لا ارسم خط يعني عايز يعمل لي ايه خط افقي كده اقول له ايه؟ اقول له اتش ار هوريزونتال لاين ايوه واقول له مثلا ايه الحجم السايز بيساوي ممكن اديها له بالبكسل او اقول له مثلا بيساوي 50% ايه الفرق؟ بكسل ايوه هيفضل يعني لا مهما زاد حجم الصفحه ومهما كبر معايا هياخد برضه 20 بكسل اما 50% 50% من حجم الصفحه فلو كبرت ياخد 50% لو صغرت يبقى برضه ايه 50% فبيبقى متناسب مع حجم الصفحه. قول له سيف قول له هنا ريفريش ياخد 50% لا انا اسف حجمه السايز ده اللي هو سمكه هيبقى قد ايه اللي هو ده السمك ده هيبقى قد ايه لا 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 كده كبير قوي قول له 10 اعمل سيف وقول له ريفريش اهو السمك بتاعه. طب لونه لونه ايه؟ لونه احمر كلر بيساوي ريد اهو اهو. طيب العرض بقى الويدز دي اللي انا كنت اقصدها اسف الويدز بيساوي ايه بقى 50% 50% من عرض الصفحه ماشي كده يا شباب اهو وصل اهو مهما كبر ومهما صغر الصفحه ده هو 50 في الايه 50%. طيب في ايه كمان؟ في مثلا ايمج في تاج اسمه ايه ها ايمج 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 دي مثلا ممكن نختار صوره نختار ايه صوره ايه هات اي صوره تعجبك ايه ماشي سميها مثلا اي حاجه اكس شوف هقول له ايمج ايه بقى ها منين يعني مسار مسار الصوره هقول له ايه هقول له اس ار سي السورس بيساوي اكس دوت جي بي جي. طيب وبعدين إيه ليها ويدز العرض بتاعها هو ويدز بيساوي كام؟ بيساوي مثلا انت عايزه بيساوي مثلا 200. طيب وارتفاعها بيساوي كام؟ نخليها مثلا اي حاجه نخليها 300. وصل اعمل كده سيف واعمل هنا ريفريش اهي. في بقى الايه الاطار بتاعها شوف في حاجه اسمها ايه بوردر بيساوي 1 خليها 2 اهو شايف اهو 2 2 بكسل اهي شايف يحط لها اطار كده مش عايزه يبقى اشيله ممكن انا اعمل ايه بص اعمل بي ار ممكن في حاجه اسمها اوردر ليست اهي اهو او ال سلاش او ال واقول له هنا ال اي سلاش ال اي او ال اوردر ليست ال اي ليست اليمنت اقول له ابراهيم تعالى خدها قوي بقى كده اهو اهو يبقى ايه اوردر ليست دي بتعمل ايه هتشوفها دلوقتي اهو سي وريها كده اهو يبقى الليست بنحط فيها اليمنت اهو ليست ايه ليست ايتم ليست ايتم اهو يعمل ايه بص بص اهو ابراهيم 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 شايف يرقمهم واحد اثنين ايه ثلاثة وصلت الفكرة. طيب بص لو انا مثلا عامل صفحة ثانية اهي يعني اعمل مثلا صفحة ثانية اهي نسميها مثلا ايه سكند بيج ماشي ماشي وناخد فيها كود عشان بس ما نكتبش الكلام تاني اهي بس عشان بس ايه نفرقها عن الصفحه الاولانيه هشيل الصوره واشيل اوردر ليست واقول له سيف ماشي اه يبقى انا كده عملت صفحه ثانيه الصفحه الثانيه برضو هروح اغير الامتداد اخليه ايه اتش تي ام ايه ام ال. طيب عايز بقى ايه عايز اعمل ايه عايز اعمل لينك في الصفحه الاولانيه ده إيه؟ لينك اضغط عليها يفتح الصفحه الثانيه دي حاجه بقول عليها ايه هايبر لينك الايه اختصار ايه اتش ريف وادي له اسم الصفحه اسمها ايه بقى اسمها ايه سكند اتش تي ام ال اهي
واديله جو تو سكند بيج سلاش ايه واحفظ وقول له هنا ريفريش. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي عمل لك هنا ايه اهو لينك اهي اهي مكتوب عليها جو تو سكند بيج اهي جو تو سكند بيج. اضغط عليها يفتح لك الصفحه الثانيه اهي. وصلت الفكره يا شباب؟ ده بيقولوا عليه الايه؟ الهايبر لينك. طيب ده ممكن يستخدم علشان ينادي على صفحه ثانيه صح؟ لا انا ممكن كمان ايه اخليه ينادي على حاجه في الصفحه. بمعنى انا معايا هنا هو اقول له ايه مثلا ايه؟ نيم اسمها مثلا توب هسميها ايه ها؟ توب بس كده وارجع اقول له سلاش ايه؟ كده كاني عملت ايه؟ عملت نقطه في الصفحه فوق نقطه ماشي كده؟ طيب عايز بقى اعمل ايه؟ تحت اعمل لينك اهو اهي بس اقول له جو تو توب. عارف انت في بعض المواقع يقول لك ايه جو تو توب بحيث لما تضغط عليها تضغط عليها يقوم مطلعك فوق على طول في اول الصفحه فوق ماشي كده. بس هقولها له ازاي؟ بص هقول له ايه اتش ريف ايوه بس لما تيجي تديها له احط له ايه شباك اهو واديله اقول له روح لايه للطب ده اهو بس كده احفظ سيف وقول له ريفرش. بص هنزل اهو اضغط عليها بص انا هقلل الصفحه اهو اهو اقول له ايه جو تو توب اضغط عليها يقوم مطلع لي فوق. وصل دي بيقول عليها انترنال لينك. يعني ايه انترنال لينك؟ يعني بيروح للينك جوه الايه؟ جوه الصفحه. طيب البادي البادي برضو من احد التاجات اللي له ايه؟ اللي له اتريبيوت. ممكن اقول له بي جي كلر لون الخلفية خليها لي ريد أحمر احفظ وقول له ريفرش احفظ وقول له ايه ريفرش اهي الخلفية بقت ايه أحمر اهي. طبعا دي حاجة ايه دي حاجة ترجع لك ماشي تختار بقى اللون الايه اللون المناسب ماشي كده. طيب واحد يقول لي اقول تاني اهو انا المفروض اعرف احترف اتش تي ام ال. هقول لك لا انت المفروض ما تحترفش اتش تي ام ال لانك انت ويب ديفلوبر. في واحد اسمه ويب ديزاينر هو اللي المفروض يبقى محترف اتش تي ام ال. موضوع الويب ديفلوبر والويب ديزاينر وايه الفرق بينهم ده لسه هشرحه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. طيب في حاجه كمان اسمها ويب سايت وفي حاجه اسمها ويب ابلكيشن. ايه الفرق بينهم ده اللي احنا هنعرفه برده المره اللي جايه بس في جزئيه لازم تشرح وبعد كده ايه وبعد كده نوضح بقى الفروقات دي. وصلت الفكره بس خليك ماشي معايا خطوه بايه بخطوه وتابع الفيديو الفيديوهات بقى اللي نازله باذن الله ماشي كده. طيب في ايه كمان؟ في برضه حاجه اسمها المارتوي. عارف انت شريط الاخبار اهو ماشي كده واجي اقول له ايه واجي اقول له مثلا البيهيفير بيساوي سكرول واقول له هنا ايه مثلا سلاش مارتوي اهي. وصلت الفكره اقول له هنا مثلا ابراهيم القداح. وصلت الفكره اهو ماشي. بص بص اللي هيحصل اقول له سيف اهو بص 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 اقول له بقى ايه ريفريش بص بص ابراهيم القداح اهي اهي سكرول يقعد يتحرك يخرج ويرجع تاني. وصل؟ في بقى ايه؟ في اشكال للحركه زي ايه؟ في سكرول وفي سلايد. في ايه؟ سلايد اللي هو يخبط ويرجع. ماشي كده؟ وفي حاجه اسمها الترنيت تقدر انت بقى ايه؟ تجربهم اللي هو يوصل للاخر ويقف. ماشي يا جماعه؟ واحد يقول لي ايه؟ طيب يا باشمهندس دلوقتي حضرتك فتحت فايل وكتبت فيه، طيب افرض انا مش حافظ الايه؟ مش حافظ التاج او معنى اصح مثلا انا غلطت. طبعا انت تفتح فايل وتكتب فيه دي طريقه يعني ايه مش عايز اقول لك بدائيه دي الطريقه الاساسيه خالص لكن النت مينز يقدر يعمل لك الموضوع ده وده اللي احنا ان شاء الله هنتعرف عليه بدايه من الفيديو اللي ايه من الفيديو اللي جاي وفي بعض التاجات كمان هنكملها. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.